صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 56 لسنة 2020 بتنظيم هيئة رعاية شؤون الخيل. جاء فيه المادة الأولى: تنظم هيئة رعاية شؤون الخيل وذلك على النحو الآتي: مجلس الإدارة ويتبعه الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة، وتتبعه إدارة رقابة وصحة الخيل. 2. إدارة تنمية وتنظيم شؤون الخيل. المادة الثانية: على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.